في ظل التجهيزات العسكرية الضخمة التي يقوم بها الجيش المصري وخاصة على حدوده الغربية المتاخمة مع الحدود الليبية، يقوم الجيش المصري برص الصفوف على كافة الأصعدة الاستراتيجية برا وبحرا وجوا. ومن هذا المنطلق شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد شهد الاستعدادات العسكرية والاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي. وأفاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن الجيش المصري على أهبة الاستعداد بكافة الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا، بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوة المسلحة. وتابع رئيس أركان حرب القوة المسلحة الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوة البرية والأفرع الرئيسية للقوة المسلحة، فيما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة. كما ناقش عدد من القادة والضباط أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال. قام رئيس أركان حرب القوة المسلحة بالمرور على العناصر المصطفى للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات العسكرية. علي الفايدي، ليبيا الحدث.